فحصلت له أزمة جامدة جدا. ايه القمر ده؟ انت عارف ان انت امور قوي؟ عارف كده؟ حد قالك ده قبل كده؟ وعارف ان انت هتبقى كويس وزي الفل ان شاء الله؟ عارف كده؟ عايزاك بس كده تبص للكاميرا وقول يا رب، قول يا رب، وكلم كده. عايزاك تبعت رسالة للملك سلمان وتقول له انه انت عايز ايه. قول له انت عايز ايه، انت فهمت احنا بنقول ايه يا اسلام؟ قول له يا حبيبي، قول له يا ريت تخليني اعمل عملية عندكم. يلا يا باي. انا وخايف ده بقى عنده رعب جامد. خايف؟ عنده رعب جامد قوي من الاكسجين، حاسه يعني حياته دي كلها اكسجين. انا الحقيقه يعني انا بتوسل زي ما قال الدكتور، الحقيقه انه الحل الوحيد في المملكه العربيه السعوديه، بتوسل انه حد يوصل حاله اسلام للملك سلمان او الامير محمد بن سلمان، وانه احنا واثقين ان هم هيتدخلوا لانقاذ حياته. فيعني انا بتوسل يا رب، بتوسل للملك سلمان انه يعني بص بعين الرحمه لابننا اسلام وابنك، وقلبك كبير انا عارفه ملك سلمان واسمه الامير محمد بن سلمان، اتوسل اليكم عشان اسلام يعيش ويلعب زي اصحابه ويعيش في حضن مامته وباباه. واي حاجه نقدر نعملها انا ممكن يعني اجيبه او نبعته مع مامته وباباه ويروح ويشوفوا حالته في السعوديه الاول، وتقولوا لنا ايه اللي يحصل هناك الاطباء. يا رب تكون ابواب السماء مفتوحه يا رب وتسمع مننا يا رب. انا برجو من الساده المشاهدين ان هم يدعوا الاسلام. شكرا. فاصل.